بالحج. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا وكل يوم بتوحشونا اكتر من اليوم اللي قبله في برنامج مش بالحجم على قناة هي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ديبا، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل كريب. بس كريب. بالتعاون بقى، يعني دياب هيعمل الكريب معايا وانا هعمل عجينة الكريب. الناس طلبوها مننا امبارح وانتوا طلبتوا واحنا عنينا ليكوا. طبعا اللي تطلبوه يتعمل في ساعتها. إيه؟ هنعمل النهارده كتل العجينه. هنعمل عجينه الكريب، الفراخ البانيه وهيقطعها وهنبدا. يا جماعه علقتش يعني على اللبس وتسريحه الشعر النهارده؟ مش ملفتة. عشان الكريب بقى. لا. لا لا حاسب يعني انا النهارده لابسه طقم الكريب. الله ينور عليك، الله يخليك. مقادير، هنقول المقادير. معانا لبن، بيض، وملح، ورشه سكر، ورشه فلفل اسود، ومعانا جبنه موتزاريلا، ومعانا فلفل الوان، ومعانا كاتشب ومايونيز طبعا، ومعانا الدقيق. خطوه بس هنعملها الاولى اللي هي العجينه. احنا هنعمل كميه قليله على قد انا ودياب. فطبعا انا هقول لكم مقادير الكميه اللي انا هعملها. عايزه تزودي هنزود بنفس الطريقه، يعني مثلا انا هعمل كوبايه دقيق ونص كوبايه لبن وبضايه. عايزه تزودي الكميه يبقى كوبايتين دقيق كوبايه لبن بيضتين كده حسب الكميه اللي انت هتعمليها. تمام. اول حاجه هنجيب البوله. حلو جدا. اهم حاجه البوله، دي حاجه اساسيه. طبعا. يعني هنخلط فين لو البوله مش موجوده؟ طبعا. هناخد كوبايه يعني كوبايه دقيق. بتحبي الكريب انت يا حبيبه؟ بحبه. انت بتحبه ولا ايه؟ بحبه. بتحبيه بحاجات معينه، حشو معين ولا؟ بص، هو انا بحبه طبعا بالبانيه جدا. وبحبه برده بالشيش طاووق. بيبقى طعمه حلو ولذيذ عشان بحبه سبايسي بقى وبحط عليه فلفل كتير. وبحبه بقى بالنوتيلا. دي انا مش بحبها خالص. لا انا بحبها جدا. مش بفهمها بصراحه، يعني ايه كريب بالنوتيلا؟ لا ده بيبقى حلو جدا. يا سلام بقى لو متقطع فيها موز كمان. مش الموز حلو. لا مع الشوكولاته. بس هيبقى احسن في الوافل، يعني انا الوافل شايفه اللي هو الطف. الوافل تحفه. تحفه. نعمل لكم وافل بعد كده. ايه رايكم؟ حلقه من الحلقات. دياب بيعمل حلويات تحفه. مع اني مش بحب الحلويات. بس هو بيعملها جميله. في بنعملها. حطينا بمعيار. ده نص كوب يعني كوبايه دقيق. هنحط برده كوبايه لبن، نص كوبايه لبن. على مهلك وانت بتحط. ما تقلقش. الله ينور عليك. انت عارفه بقى ان الكريب ده اكله فرنسيه؟ لا، ما انا اصل بقى الاكل ده عندك انت، ده ملعبك يا ديبو. كريب انا بسيبك انت تحكي بقى اصل الحكايه. كريب يا جماعه اصله فرنسي. هنحط البدايه. اتعمل من حوالي 120 سنه، وبعد كده جه مصر هنا. بيقال ان هو جه في بني سويف اصلا. بيقال. ماشي. احنا حطينا رشه فلفل اسود ورشه السكر، وهنحط رشه ملح. وهنبتدي نخلط العجينه بتاعتنا. احنا بهاراتنا ايه بقى؟ بهاراتنا ملح وفلفل بس وبرشه سكر بس كده. الزيت بتاعنا سخن، نبتدي ايه بقى؟ انا عارف. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي انا خايف قوي. ليه خايف؟ في شكل مشكله في الكهرباء. ماله؟ لا ما تحطش من بعيد كده تتحرق. صح. بص تش يا جماعه، ده زيت حقيقي. طبعا في مشكله شكلها في المضرب في الكهرباء. التش ده يا جماعه بيفتح النفس. طب احنا هنحاول بقى نضرب كده بايدينا. هتضربي ايه يا حبيبي؟ العجينه. احسنت، بس بالراحه عليها. الله يرضى عليك. الله يخليك. الله كده احنا عجينه بتاعتها تقيله شويه. هنزود شويه لبن. واحلى حاجه في الكريب اللي هو ممكن يبقى اقتصادي جدا، ممكن تعمله بخضار عادي جدا مش هيقول لك لا. وممكن ببطاطس سهله قوي. ممكن نعمله بالطعميه. ايوه ممكن اي حشو انت تحبيه. يعني ممكن فعلا في ناس تحط جبن بس. في ناس ممكن تعمله بالطعميه زي ما انت ما بتقول. فيعني ليه كذا طريقه. لو مفيش حد عمله بالطعميه لحد دلوقتي. لا احنا نعمله عادي. نعمله بالطعميه. يعني يا جماعه الطريقه سهله جدا وما بياخدش اي حاجه. ما نكلمش يعني على نفسنا. ايوه مش اللي مكلف. موجود نحطه في الحشو. بالظبط. باقي عندك جبن قطعيها وحطيها. حمري بطاطسايه حطيها. بالظبط. يعني كده. الموضوع سهل وبسيط. نزود شوية لبن تاني. احنا لازم يعني العجينة بتاعتنا تكون خفيفة. خفيفة. مش تقيل. ما يكونش تقيل. لا. احسنت. الله يخليك. برافو عليك. اقلب دي. اقلب دي؟ دي. دي؟
اللي جوه شعليبة. اللي جوه دي وصلت لايه؟ اهو خلاص شايفين يا جماعه شكل الفراخ البانيه يا جماعه. احنا هنولع بس الطاسه بتاعتنا لازم تسخن قوي. اول كربايه ممكن تبوظ عادي جدا ما تتخضيش عشان بتبقى الطاسه بتاعتك ما سخنتش جامد فممكن تلزق منك عادي. فعقبال ما الطاسه بتاعتنا تسخن ممكن عقبال تاني واحده تكون تمام. احنا كده هنزود شويه لبن تاني. الله ينور. يبقى احنا كده حطينا كوبايتين لبن على كوبايتين الدقيق والبيضايه. بالظبط. هل بقى بياخد وقت يا حبيبه؟ لا على طول ما بياخدش وقت. سريعة. خالص سريعه جدا سريعه. انت ممكن تجربوها في البيت عادي. ايوه سهله قوي وما بتاخدش مننا اي وقت. يعني مثلا انت نازله رايحه خارجه رايحه مثلا واخده الاطفال ولادك يعني وراحه تتفسحي رايحه جنينه رايحه حاجه فدي اكله سهله قوي والاطفال كلها يعني الاطفال كلها بتحبها. هندهن الطاسه بتاعتنا كده زيت. اهم حاجه تكون الطاسه يعني نوعها كويس عشان العجينه ما تلزقش مننا. تيفال. جرانيت. جرانيت مثلا. سيراميك. سيراميك. احنا هنشوف كده هوريكوا حاجه بس المعيار بتاعنا لازم يكون كده. طب احنا دلوقتي معانا مكالمه منا من الاسماعيليه. الو يا منا. السلام عليكم. كلت المانجا والدراويش. ازيك يا زياد؟ عامل ايه؟ عامله ايه يا استاذه منا؟ منورين الشاشه. بنورك حبيبه. عامله ايه؟ اتفضل طبق اهو طلع فيه. ده انا بتقول لك عامله ايه. الو ازيك يا منا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبي؟ عامله ايه يا حبيبه؟ الحمد لله كويسه. انت اخبارك ايه؟ منورين والله انتوا الاثنين. بنورك يا حبيبتي. بنورك. بنورك. ايه اخبار الكريب معاكم؟ ما شاء الله. بتحبي الكريب يا منا؟ منا بتحب الكريب؟ اكيد طبعا. في حد بيحب الكريب؟ بنعمله النهارده بطريقه سهله قوي وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تكون سهله بالنسبه لكم وتطلع حلوه. الله. هي حلوه عشان من ايديكي بس يا منوش. حبيبتي ربنا يخليكي. بتحبي ايه منا او نفسك نعمل لك ايه هنا عندنا؟ عايزين بقى حشوات حلوه من ايديكي حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي. وحاجات من الحلوه دي. ربنا يخليكي حبيبتي. تسلمي. دايما منورين الشاشه انت وزياد يا حبيبتي. شكرا ليكي. تسلمي يا ربي. تسلمي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. ماشي. وصلنا لايه؟ وصلنا ان احنا بس مستنيين الطاسه تسخن كويس. انت بس طلع. احنا خلاص خلصنا دولت ودولت لسه. ايه رايك في الجيم يا حبيبتي؟ الجيم؟ انا عن نفسي انا شايفه ان الجيم ده مكان الواحد بيطلع فيه هرمون السعاده كله. احسنت. انا بكون مبسوطه بجد. أحسن. يعني انا بطلع كل العك اللي في الدنيا بطلع اللي كل الطاقه كل الطاقه السلبيه اللي عندي بتطلع. طب انا ببقى تمام قوي. ما تيجي نروح نشوف فيديو في الجيم؟ يلا بينا. يلا بينا نروح نشوف فيديو في الجيم ونرجع تاني. يلا يلا ساعديني. ماشي حاضر. ثواني يا بنت سيبي الزفت ده وتعالي ساعديني. يا ابني ما انا بساعدك اهو. يا ابني البار ده مش هينفعك بحاجه. لازم اخد لك صورتين كده حلوين عشان انزلهم السوشيال ميديا عشان السكسيك جميل. عشان ايه؟ تاخد السكسيك جميل. ما لسه حرقه امبارح. لا والله يا ابني افهمني بس مين اللي هيديك طاقه غير كومنتات ولايكات صحابك؟ كومنتات تاني؟ كومنتات تاني والناس هتحسدنا. مين دول صحابك؟ هيحسدونا ويبصوا لنا. هيحسدونا ويقولوا لي ده الظهر لاعب بقى والجيم واصلا الجيم ده بتاع جوز خالتي. قبل ما يتجوزها كنا كاتبينها في القايمه. بجد يعني مش هندفع فلوس؟ مش هندفع فلوس. احنا في كده. والله يلا بقى ساعديني. يلا لا انا تعبت. لا 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 احنا مالناش في البتاع ده. والله انا قلت كده من الاول. افتح والله السوشيال احسن. يلا في البوست نزلته واشوف. اهي ام عبير عملت لي لايك اهي. طب ثواني هنزلها. عبير وعبير يا حبيبتي. عبير حبيبتي. شايف اللايكات قد ايه؟ انا بقول لك يا ابني تقريبا مش فالحين في الجيم. انا مش بقول لكم بنطلع الطاقه السلبيه بتاعتنا كلها في الجيم. احنا نروح نشوف روايه ثانيه بقى. ايوه بجد انا بقول كده برضو. نسمع النجيله. بس فالحين في الاكل. الحمد لله في حاجه فالحين فيها. الحمد لله. الحمد لله ربنا يعني ما بيقطعش من كله. هنا. الحمد لله. بيوصل من هنا. الحمد لله. الحمد لله. شايفين يا جماعه شكل الفراخ البانيه؟ العجينه بتاعتنا. عجينتك حلوة قوي يا حبيبي. تسلم. احنا بنعمل كده. دي خلاص بقت تمام معانا. دي بس الوش ده الاخير. احنا يا دوبك بس هنعمل كده اتنين زي ما قلنا. احنا لو عايزين نزود الكمية بنزودها. زي ما قلنا بنزود كمية الدقيق بنزود البيض بنزود اللبن.
بتفرق في ايه بقى لما نيجي نزود الحاجات دي؟ نعمل عدد اكتر. العدد اكتر يعني انا مثلا احنا اتنين فاحنا انا يعني عملت عدد قليل بس عشان اوريكم طريقه العجينه بتتعمل ازاي وانها ما بتاخدش وقت وسهل. لكن انا مثلا معايا عدد اكبر هزود الكميه عادي. الله ينور عليك. الله يخليك. احنا كتير قوي الفراخ دي. لا ما احنا كفايه كده يعني ما تقليش تاني. اه طلع دول وكفايه عشان عارفاك بتحب الحشو كتير بتحب الحاجه كده مليانه ومبقلزه. لا برده كان معانا برده تعالوا كله معانا اهلي كرم والله. يعني احنا دلوقتي بناكل اكله ايه فرنسيه. شفت بقى شفت قاعدين في الشانزليزيه. بس قلبنا كده العجينه. انا خليت الوش ده يحمر بس بسيط التاني هيحمر اسيبه اكتر عشان ده اللي هيبقى على الوش وده من جوه. الله. هجهز طبق برده اطلع عليه. حلو قوي يا جماعه. اهم حاجه بقى ايه المرحله دي يا جماعه؟ تقطيع الفراخ البانيه. يا سلام. هنقطعها كده. اه ثلاثه بس. احنا الحشو بتاعنا هيكون الجبنه الموتزاريلا والكاتشب والمايونيز. وده ناكله عادي. الحشو بتاعنا هيكون زي ما قلنا فلفل الوان والجبنه الموتزاريلا والستريبس البانيه وكاتشب ومايونيز طبعا حسب الرغبه بقى. بتنقنقي ممكن نحط زيتون. بتنقنقي وانت بتاكلي؟ اه خلاص احنا نقفل بقى على طاسه الزيت دي عشان نسيتها يعني البانيه اللي هات. ماشي شكرا. بالهنا والشفا. عندنا زي اهي جهزت. انا سمعت كلمه زيتون على فكره. ايه رايك معانا مكالمه حبيبه؟ يلا بينا ناخد مصطفى على التليفون. مصطفى على التليفون. الو مصطفى. الو ايوه مصطفى. اهلا بيكم منورين الدنيا وحشتني يا ديبو حبيبي بنورك. بحبك قوي قوي قوي. ربنا يخليك. شرف ليا. بس انتوا هتاكلوا ازاي الكريب ده من غير مخلل؟ في المخلل. ايه ده؟ ايه صح مخلل احنا. احسنت يا استاذ مصطفى انت محترم جدا. هنبعت على الاقل مش خيار مخلل ده كريب يعني خيار مخلل. الله انت بتحب المخلل يا استاذ مصطفى. ما هو ده يعني سيد الطعام بالنسبه لي. اكيد اهم من الميه. احسنت. حاضر المره الجايه جاي معانا مخلل. انا عايزكم تعملوا لنا كشري بقى. كشري من عينيا الاثنين. الحلقه الجايه نعمل كشري. احسنت اتفقنا. يعني هنتفرج ان شاء الله. كشري اسكندراني ولا كشري مصري؟ كشري ايه؟ كشري اسكندراني ولا عادي؟ لا لا الكشري بتاعنا بقى. الكشري بتاعنا. الكشري بتاعنا. حاضر. ايه ده؟ عينينا مصطفى. الو شكرا يا استاذ مصطفى شرفتنا. احنا طلعنا واحده اهي زي ما انتم شايفين ده لونها شكلها حلو قوي. هنطلع الثانيه. اه ايه ده؟ دي لوحه. انت راسمه؟ الله ينور عليك. اتفضلي. لا خلاص كل انت هتضحك عليا. مش هتعرف تضحك عليا. كداب. بس خلاص كداب والله. النقنقة حلوه برضه يا جماعه في الاكل والله. بتنقنق يا باشا تلاقي فجاه خلصت الاكل تطلب دليفري بقى. ما تلاقيش حاجه تاكلها قبل ما تخلص. حلو الفراخ والله. تسلم ايدي والله. شكرا. كانه هو كانه طبخها. يعني تعب فيها فعلا. الله. اول ما تدي اللون ده نقلبها. اه نقلبها على طول. في أحسن. ناس بيحبوها تحمر اكتر من كده. ايوه بس احنا يعني احنا هنحطها على النار تاني. ان انا هحط الحش وهقفله فاحطه على النار عشان الجبنه الموتزاريلا تسيح. فكده كده ايه هنحطه على النار تاني. الله ينور عليك. حلوه الكميه دي. انت بتحبه محمص اصلا ولا ما بتحبوش محمص؟ بحبه محمص شويه بس مش مقرمش. اه يعني انت ما بتحبش القرمشه دي؟ لا انا عكسك. انا بحب القرمشه جدا. يعني انا بحب الحاجات اصلا حتى في العيش بحب العيش المقرمش المحمص. لا انا مش بستطعمه بصراحه يا جماعه. انا بحبه جدا 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 بقى. احسن. الله يخليك. حلوه الكميه دي؟ اه حلوين على اثنين اللي احنا عاملينهم. لا لا كفايه. حلوه دي؟ اه خلاص هاكل دي. يا حول الله يا رب. حطها. طب احنا هنعوزها. هنعوزها بقول لك هنعوزها. زي ما انتم شايفين كده. هنبص بصه اللون التاني تمام قوي فله اهي. كده احنا الكريب بتاعنا جهز. هنعمل عليك. ايه بقى؟ هنوطي النار خالص على الطاسه دي. ليه؟ عشان هنبتدي نعمل الحشو. الله ينور. هنحطها تاني. احنا عايزين بس الجبنه تسيح. هنمسك كده اول واحده. لازم جبنه موتزاريلا ولا اي نوع جبنه؟ لا ممكن اي نوع جبنه. عندي جبنه رومي بقى حطيها.
عندك جبنه فلامنك حطيها، عندك جبنه شيدر حطيها، هو حسب يعني اللي موجود، ما فيش حاجه معينه. في ناس ما بيحبوش الجبنه الموتزاريلا عشان بتبقى دلعه، فممكن يحطوا جبنه شيدر عليها، ممكن تحطي كذا نوع يعني. لو جبنه قريش، جبنه قريش ده حشو بقى، ده حشو نعمله جبن، ممكن أحسن. نحط جبنه قريش بسطرمه جبنه رومي أحسن. ونحشيه بس جبن. بسطرمه مش جبنه، مش جبن يعني، قصدي من انواع أحسن. الجبن اوكي أحسن. هنحط الفلفل الالوان حسب برضو الرغبه يعني حسب ما انت عايزه. تمام، وهنحط الجبنه الموتزاريلا. والله بتفتحي نفسنا بالالوان يا حبيبي، ايه رايك؟ الالوان دي بتفتح النفس يا جماعه، بتدي والله. بهجه، بتدي بهجه وبتدي طعم وكل حاجه. انا مش فاهمه انت بتاكل ايه، ما تسيب حاجه نحشي بيها يعني، انا مش فاهمه بجد. انت رهيب. انا بنقنق. بتنقنق والله؟ النقنقه دي هتخلص الاكل ومش هلاقي حاجه ناكلها. لا ما تخافيش ما تخافيش، هسيب لك صباعي. جماعه ما حدش، دي عاده سيئه، ما يا ريت ما حدش يعمل زي ما دياب ما بيعمل. يا ريت لو سمحتوا، لو سمحتوا سيب البانيه لو سمحت عشان نلاقي حاجه ناكلها. اديني البانيه ده كده. بتعامليني كده ليه؟ طب على بعاملك بس سيب. طب ده خلاص انت خدتي ده، هتعملي ايه في دي؟ ما وقفت ما كفاش. ما كفاش؟ لا هيكفي. افرض ما كفاش، ما حدش هيخرج لنا وانت فيه يا حبيبي. افرض حد تاني جه ياكل. في حد في ضيوف هيجوا؟ افرض معانا ضيف. لا مش بستقبل ضيوف بعد الساعه 6. لا افرض معانا ضيف. قانون، قانون يا جماعه. هنحط مايونيز. سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت نزل ازاي؟ عشان انا كنت قافله الغطا. مايونيز برده حسب الرغبه. ماشي، وكاتشب. الله. انت بتحب الكاتشب يا حبيبه؟ انا مش بحبه يا جماعه ومش عارف ليه. ليه بقى؟ مش عارف. بص الجبنه ابتدت تسيح. يا عيني. عايزين نلفه بقى. احنا هنلف. الناس طريقه لف الكريب. شوفوا لف الكريب. بقول لك بناكل اكله فرنسويه، في ايه؟ ايوه. احنا عدينا خلاص يا جماعه. ايوه. في ايه؟ انت قلت لي بقى له كام سنه الكريب ده؟ ده بقى له 120 سنه. يعني ممكن يتلف بكذا طريقه. ده حسب السنين ولا ايه؟ يعني افرض احنا طورنا. افرض انا جيت الفه لفه غير اللفات اللي بيتلف بيها الكريب. انت بتقدمي عشان تلفيها بطريقه ثانيه. يعني انا اعمله مثلا بطريقه مختلفه. لا عايزين اللفه بتاعه الكريب. افرض انا عايز اعمله بطريقه مختلفه. ها؟ اعمليه باي طريقه يا حبيبي، المهم ناكل. المهم ان احنا بس ايه؟ نعمل كده. انا لازم اقلع الكلفز ده. عايزينه بقى ايه، شبه هرم خوفو. بجد؟ اجيب بس ورق فويل عشان احطه فيه. احسنت. ليه خوفو؟ ليه مش خفرع؟ معلش انا كيف مثلا كده. مثلا انا كيف وانت برضه كلت حته البانيه، يعني عمال تلهيني في الكلام وتاكل البانيه. بتقولي الف هنا عليك، انت بتحسديني. لا لا انت فظيع قوي. والله ما هاكل. انت فظيع قوي بجد. استغفر الله العظيم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض، ما سبتش حته في الطبق. الله يسامحك. الله يسامحك بجد. دي يا جماعه طريقه لف ال 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 انا لسه ما لفتش. ما انا بحضر بمهد لك على طريقه حبيبه. لا انا بس هو سخن شويه فمخليني مش عارفه ايه اتحكم فيه. فاحنا هنقفله كده. لو انت مش عارفه تلفيها حبيبه. لا انا عارفه بس هو سخن جدا. احسنت احسنت. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، والله يا جماعه بوكي ورد راح اقدمه للعروسه بقى اهو. الله. ده كريبي ولا كريبك؟ لا ده بتاعي انا، عشان انت ما بتحبش الكاتشب فهعمل لك بتاعك من غير كاتشب. ماشي تمام. هنجهز التاني على طول. لا ده كده بقى يعني مش هينفع بجد، انا هروح منه فين يا جدعان؟ مش هينفع كده. ماشي يا حبيبي، على فكره الاكل ما بيعديش على العطشان. لا طبعا عمره ما بيعدي على العطشان. انت مش عايز كاتشب صح؟ والعطشان ده في الميه. بس الاكل انا مش عايز الشرب بيعدي على الجعان. حطي مايونيز عادي، مش عايز كاتشب. انتوا عايزين كاتشب؟ انت بتحب الفلفل الالوان صح؟ بحب الفلفل الالوان. اديني بتوصى بيك. بس ده مش حار. لا مش حراق. احسنتي. السلام عليكي.
طيب وعقبال ما حبيبة تعمل الكريب التانية نطلع فاصل؟ يلا بينا نطلع فاصل وعقبال ما جهز الكريباية التانية وناكل بقى على طول. يلا بينا. المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة، هتخس من غير ما تحس. المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة، هتخس من غير ما تحس. ورجعنا لكم تاني في الفقرة اللي بنعالج فيها أضرار السمنة والمشاكل اللي احنا بنعملها ولخبطة الأكل والحاجات دي مع خبير التغذية اللي بيشرفنا دايما كريم أكرم. ازيك؟ عامل ايه؟ عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا كيمو؟ والله عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الحلاوة دي والشياكة دي؟ انت اللي قمر. انت اللي الحلاوه دي. انت دي جريمه. انتوا عملتوا ايه؟ عايزين نعالج الجريمه. عملتوا ايه؟ انا عملت كده. المره اللي فاتت كان عاجبني قوي فكره الجيم يا جماعه بجد. انا قلت انا هقول في الحلقه دي على طول على موضوع فكره الجيم. شفتها بقى انا بقى بيني وبين نفسي على اليوتيوب. فايه اللي حصل ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اه وانت بتقول يلا حضروا المحشي والمحشي والبط بتاع منين؟ ايه الحمد لله. النهارده انا جاي اعلي على اللي حصل المره اللي فاتت. اتكلمنا عن البالكورس النهارده. انا المره اللي فاتت كنت جايب 8 في البوكس. احنا فاكرين 8. النهارده بقى مفاجاه اكبر. انا عايزه الناس تتحمس عشان كريم النهارده جايب لكم موضوع او الموضوع كبر منه بقى. النهارده لا انا جاي النهارده باكتر من موضوع، مش موضوع واحد يعني. النهارده انا زي المره اللي فاتت جبت 8 حاجات في البوكس. انا النهارده حبيت اعلي بقى على الموضوع لان انا لقيت الحمد لله اقبال على الموضوع وان الناس عايزه الخصم يبقى اكبر وعايزه الهدايا وعايزه تستغل الفرصه. فانا النهارده قلت خلاص هجيب بوكس 10 في واحد. الله. حلو قوي ده. ده ايه رايك 10 إيه منتجات في بوكس واحد؟ والحلو في مش في النهارده جايب 10 بدل 8. الحلو النهارده ان انا خليت الهدايا برضو اكتر بكتير من اللي هدفع 8. يعني النهارده بوكس 10 في واحد بدفع برضو 8-3 بس. يعني 8-3 منتجات مثلا اللي انا بدفع ثمنهم بس. المره اللي فاتت كانوا 8 وبدفع 8-3 برضو. بالزبط. النهارده بقى 10 منتجات وبدفع 7 هدايا. يعتبر يعني بالظبط 7 هدايا. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ بتاع مش بالحجم بالظبط كده. يعني المره اللي فاتت كانوا 5 هدايا. النهارده لا 7 هدايا موجودين مجانا. في 7 منتجات مجانيين النهارده هديه. الثلاثه اللي انا بدفع ثمنهم الكبسولات والنقط والاعشاب. تمام. ده اللي انا بدفع ثمنه، كبسولات ونقط واعشاب. ده الكرسي بتاعي اصلا المكونات بتاعته الاساسي كبسولات ونقط واعشاب. بنزل قد ايه؟ 15 كيلو على الميزان في شهر. حلو قوي. تمام. يبقى ده اللي انا بدفع ثمن. طب انا بدفع ثمنه كله ولا في خصم؟ في خصم زي المره اللي فاتت. لا النهارده برضو عليت الخصم كمان. المره اللي فاتت يعني في خصم كمان على الثلاث منتجات اللي بندفع حقهم. يعني في طبعا في خصم إيه على الثلاث منتجات. لا خصم على الخصم. خصم على الخصم واكبر من المره اللي فاتت. الخصم المره اللي فاتت قلت لك انه يتخطى ال 50%. صح؟ صح. لا وكنت سابه مفاجاه. النهارده برضو انا ساب الخصم مفاجاه، بس اللي اقدر اقوله ان هو لا 50% خصم ولا 60% خصم، اكتر من 60%. ما تهزرش. لا يا كريم بقى ما تهزرش بجد. يعني 7 هدايا وخصم فوق ال 60%. بالظبط. انا قلت إيه النهارده بقى ما دام الناس اصلا انبسطت جدا بردود الافعال وانبسطت جدا بفكره ان الناس ما صدقت لقت فرصه. ففكره ان انا ما صدقت ان الاقي الناس بتلاقي فرصه وان هم عندهم اقبال على دوت، حتى اللي جرب اساليب كتير جدا وما جابتش معاه نتيجه فبيبقى يائس جدا. صح. فان الحمد لله الحمد لله شاف ان الخصم او ان الهدايا او ان التوصيل مجانا او ان المتابعه مجانا ان دي فرصه لي. فانا رحت قلت لا خلاص يبقى النهارده بقى هزود الموضوع اكتر. ده كرم منك يا كريم. بس لا كريم انت كريم فعلا بامانه. يعني بجد ايه ده يا جماعه؟ بنتكلم عن هدايا. ماشي. احنا يلا. دلوقتي قلنا اللي بندفع ثمنه الكبسولات والنقط والاعشاب
تمام بخصم كبير يتخطى 60% مفاجاه تعرفيه من الارقام اللي ظاهره على الشاشه عن طريق التليفون او عن طريق الواتساب. حلو كده. السبع هدايا بقى. السبع هدايا كرسي تاني مجانا ينزلني 15 كيلو في الشهر التاني. كرسي اللي هو كبسولات ونقط واعشاب الثلاث منتجات. اه حلوة. يعني انا هاخد اللي بقى كرسي عليكي بخصم يتخطى 60% وكرسي عليا مجانا خالص لحد الساعه 12 بالليل. حلوة. مفتوح لحد الساعه 12 بالليل. اه هتاخدي كرسي تاني مجانا. ماشي. كبسولات ونقط واعشاب يبقى كده 2 كبسوله 2 نقط 2 اعشاب، واحد عليكي بخصم يتخطى 60% وواحد عليا مجانا لحد الساعه 12. تمام. غير ان التوصيل طبعا مجانا لحد باب البيت والمتابعه مجانيه من اول يوم لاخر يوم مع فريق طبي متخصص. كده انا هنزل قد ايه؟ 30 كيلو في 60 يوم. حلو قوي الكلام ده. 30 كيلو في 60 يوم. اه ان شاء الله انجاز. اه ده التحدي الاول اللي انا جاي اقدمه. تحدي 30 كيلو في 60 يوم. الاول كنت بقول هتنزلي اول اسبوع من 4 ل 5 كيلو على الميزان. النهارده مع الكبسولات بتاعتي لا انا بقول لك هتنزلي 5 كيلو على الميزان. ثابت مش هينفع اقل. حتى لو انت مريضة غدة وعندك مشكلة في معدل الحرق. مشكلة في الحرق. ايوه. هتنزلي 5 كيلو على الميزان اول اسبوع. تمام. دايركت ما فيهاش اوبشن. انا ابتديت اتحمس. بالظبط كده. بقيت يعني حاسة كده ان انا يعني. اه لان الكبسولات مرخصة من وزارة الصحة، معاكي فريق طبي بيتابعك من اول يوم لغاية اخر يوم، مش بيسيبك، مش بديكي، مش هدف ان اديكي الكرسي انت تخسي عليه. لا انا هدف ان انت توصلي لل 5 كيلو اول اسبوع اكتر ما انت محتاجة توصلي. هدف انك تنزلي 30 كيلو في شهرين اكتر بكتير من انت. اكتر ما انت عايزه تخسي. طبعا انا يعني انت انت ممكن اصلا تبقي يائسه، لكن انا صح. كفريق طبي بتابع معاها. لا ده انا ببقى عايزك توصلي للهدف بشكل كبير. عشان كده دايما احنا بنتحمس لمكالمه انك تطلب العرض والمكالمه بتاعت اول اسبوع 5 كيلو على الميزان دي. حلو. بتلاقي أيوه. فرق الصوت، انت بتعرفي انها خست من صوتها على فكره. ايوه يعني واحده انبساط شكاح كده، تحس ان الواحد بقى مبسوط زياده عن اللزوم ب 5 كيلو. حياته اتغيرت وما صدق يلاقي حاجه تجيب معاها نتيجه. صح. وبشكل طبيعي وبشكل امن بدون اي اثار جانبيه، ودي اهم نقطه. صح. في بقى اهم حاجه بقيت الهدايا. اه ما انا بقيت الهدايا. ايوه انا كده جبت كرسي مجانا لحد الساعه 12. تمام. بقيت الهدايا بقى 2 امبول حرق و2 كريم لشد الترهلات. اول مره اطلع ب2 كريم مع بعض، لان الكريم غالي اللي جداً. يعرف غالي جدا. ايوه. فان انا اجيبه هديه وان انا اجيب منه اتنين. ابوتين ده ما بتحصلش. الكريم ليه غالي وليه سحري وليه بيكمل مهام السمنه وان هو بيخليني اخس بشكل احسن؟ عشان الكريم بيمنع الترهلات مكان البطن والارداف، بيمنع الاستريتش مارك اللي هي بتسمى الاستريتش مارك اللي هي الخطوط البيضاء مكان ما الجلد بيبدا يترهل، لو عندك بيخفيها. فالكريم غالي وسحري جدا. انا جايب منه النهارده علبتين كريم وجايب من 2 امبول حرق. وللناس اللي بتخاف من الحقن تقدر تفضي امبول الحرق على كوبايه عصير او كوبايه ميه، بيدي نفس النتيجه. نفس النتيجه بنسبه 200%. بيبقى مر عشان الناس ما بتحبش. خالص خالص هو اصلا مش بيبان في، يعني لو انت هتدعي على كوبايه عصير او على كوبايه ميه طعم الامبول مش بيبان خالص. حلو. وبيعمل كفاءه بنسبه 200% كانك خدتيها كحقنه. هقول هي بتعمل ايه، بس الاول زي ما قلت 2 امبول حرق و2 كريم لشد الترهلات، دول لاول 400 متصل. حلو قوي. اول 400 انا شكلي هكون من اول 400 متصل. اه بجد. يعني انا جبت لك 3 هدايا لحد الساعه 12 مفتوحين اللي هم الكرسي المجانا، وجبت لك 4 هدايا تانيين عشان يبقى البوكس بتاعي 10 في 1 كامل. 2 امبول حرق و2 كريم لشد الترهلات لاول 400 متصل دلوقتي. طب انا عايز ابقى من ضمن اول 400 متصل والحق ال 10 منتجات كاملين، بتصل على الارقام اللي ظاهره على الشاشه. لو رقم مشغول بجرب رقم تاني، صوري الشاشه او ابعتي رساله على الواتساب على اي رقم من الارقام كلمه السر النهارده بوكس 10 في 1. ومش بالحجم. ومش بالحجم يعني يا جماعه، مش بالحجم. الكرم ده كله عشان خاطرنا برضه. بس النهارده مع بوكس 10 في 1 هي مش بالحجم، هي بالكم. النهارده اهو بالكم. حلوة. صح مش بالحجم. ماشي. بقى مش بالكم. بالكم. حلو قوي. ناخد بس اتصال تليفوني. رضوى. الو الو يا رضوى. الو الو يا رضوى. لا حضرتك عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. ايه مشكلتك؟ على فكره انا بحبكم جدا كقابل والله. ربنا يخليك. شرف لينا. خفاف كده ولطاف. ربنا يخليك. شكرا يا رضوى. شكرا. ممكن اتكلم في كريم؟ اه اتفضلي يا معاك. ازي حضرتك كريم؟ عامل ايه؟ حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل. بتحبيهم هم بس ولا ايه الدنيا؟ لا طبعا لا. انا بس كنت حابه اول اشكرك. انا اخذت الكرسي لاختي، اختي متزوجه وعندها طفلين ونزلت حوالي على الكرسي لحد دلوقتي 20 كيلو. هي دلوقتي شهر و20 يوم تقريبا ماشيه عليه. كانت شكوتها ايه اصلا؟ شكوتها ان بعد الخلفه والولاده طبعا الولاده بعد الولاده و... اوكي مشكلتها كانت البطن، يعني اكتر منطقه كانت بتعاني منها هي منطقه الكرش. هي البطن كان عندها والجزء العلوي كمان كان عالي قوي عندها. تمام. فاحنا اصلا برضو كعيله برضو ورثين الحته دي ان احنا عندنا الجزء اللي فوق ده عالي مهما السمنه الوراثيه. يعني عندكم كمان اصلا مشكله السمنه الوراثيه؟ مش مشكله.
فهي نزلت حتى تمام النص اللي فوق، نزل حوالي دلوقتي 20 كيلو. هي مش ملتزمه قوي ومش مظبطه نومها، بس بصراحه يعني انا قاعده اشكرك جدا انك كنت جايبه لها هديه. انا بشكرك، جايلك النهار. انا اللي بشكرك جدا والله، ده انا بشكرك لسكتك. دي النتائج اللي تفرح، يا رب يخليك، الحاجات اللي بتخلي الواحد مبسوط. اسعدتيني يعني. والله وبشكرك جدا لدعمك وتابعك، وعلى فكره بتفرج عليكم. يا رب يحفظك، ده شرف كبير جدا، وبجد مبسوط جدا بيكي، وبشكرك جدا جدا، وبشكر كمان اختك على ارادتها، وبجد انا مش عارف انا قد ايه مبسوط بجد بالمداخله دي. يا رب يخليك ويحفظك. شكرا ليك يا استاذه منال، رضوى. الانجاز ده وايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي؟ 20 كيلو، ايه رايكم؟ انا بصراحه انا سعيد جدا جدا بالمداخله بتاعتها. انا كمان ببسط، يعني انا ببسط بسبب النتيجه، لان الحمد لله الحمد لله انا مش مكسوف. مش مكسوف اقول ده، عشان خاطر طبعا الحمد لله تمت التجارب بشكل كبير جدا خلال سنين كتير، بس انا مبسوط اكتر بان هي عايزه تدعم كل اللي بيتفرج علينا. عايزه تقدم لي طبعا الشكر، وانا اللي بشكرها جدا بجد لارادتها هي. انا بشوف ان الناس اللي بتتفرج علينا او عايزه تطلب العرض وعايزه تخس، هي محتاجه الفرصه، صح. مش اكتر بس من فرصه. فان انا اقدم خصم، وان انا اقدم توصيل مجانا، واقدم متابعه مجانا، والناس دلوقتي تتحمس وتعمل مداخلات، كل ده انا بشوف انه دعم مش اكتر. طبعا طبعا، بس فعشان كده انا بشكرها يعني جدا. وده ويشجع اي حد برده بيتفرج علينا لما هي تتكلم وتقول اختها خست، وغيره يتكلم ويقول اي حد بيتفرج علينا بيبقى محتاج انه يشوف نتيجه بعينه. بالزبط. لان انا جربت اساليب كتير، ممكن تكون جابت معايا نتيجه مش مرضيه، وممكن تكون ما جابتش معايا نتيجه اصلا، فببقى صح. محتاج حاجه. لا انا 30 كيلو في شهرين، انا عايز انزل 30 كيلو في شهر. حلو قوي. انا بعاني بقى، الناس بتفرح يعني بتتشجع اكتر لما بتشوف نتيجه بعينيها. بالظبط بالظبط. احنا قلنا الامبولات والكريم دول لاول 400 متصل. طب الامبولات بتعمل ايه؟ الامبول بيعمل لي حاجتين، الحاجتين هم زياده معدل الحرق في الجسم. الامبول بيزود لي معدل الحرق في الجسم عشان ابقى ضامن ان هحرق اللي هدخله. تمام. وبالذات بالذات لمرضى الغده. في البيت من غير جيم. بالظبط كده، هي دي. لا وانا هاجي لك على نقطه الجيم دي مع النقط بقى. فالامبولات بتزود لي معدل الحرق في الجسم، وكمان بتحرق لي الدهون المتراكمه في الجسم. يعني الامبول بتساعد الكبسولات جدا على حرق الدهون اللي انا مخزنها، وبتساعدني جدا ان انا احرق اللي هدخله، بالذات لمرضى الضغط والسكر والغده. تمام. الناس اللي بتعاني من مشكله معدل الحرق، البوكس النهارده 10 في 1 مناسب لمرضى الضغط والسكر والغده والتكيسات ومشاكل العظام، امن لجميع الحالات الصحيه. تمام. ايا يكن أيك عندك مرض مزمن، بعد الشر عن كل السامعين يا رب، الحق نفسك من المرض اللي بعد اللي كده بعده. ايوه. والاطفال من اول سن البلوغ لحد 70 سنة. حلو. ولكن انا ليه العرض ده هيمشي مع الاطفال يعني. من اول سن البلوغ. تمام. من سن ال 14 لحد سن 70. وزي ما قلت امن لجميع الحالات الصحيه. ولكن انا ليه بقول دايما الحق نفسك من اي مشكله تانية، عشان خاطر لقينا تجارب كتير جدا مع الفريق الطبي اثناء المتابعه، في ناس اصلا ما كانش هدفها انها تخس عشان خاطر شكل جسمها، وعشان خاطر عايزه تلبس عشان او تتحرك، ما بيقدروش يطلعوا، ما بيقدروش يتحركوا. بالظبط. صلاه اللي بيروح شغله مش قادر يتحرك. بالظبط كده. وفي ناس بتبقى بتعاني من مشكله ان هي عندها خشونه في الركبه، فراحت لدكتور العظام قال لها انت لازم تخسي. فلقيت ان هي اصلا عشان تعالج مشكله عندها ليها علاقه بالعظام، لقيت ان حلها في الخساسات. في حد عنده تكيسات على الموبايل محتاج انه ينجب طفل، فراحت للدكتور او للدكتوره قالت لها لازم تخسي، لازم تخسي. فالسمنه طلعت بوابه لامراض كتير احنا في غنى عنها. صح. عشان كده بقول حتى لو انت عندك مرض مزمن بعد الشر عن كل السامعين، الحق نفسك من اي مرض تاني، والفرصه الحمد لله النهارده جات لك. بجد انا لا طلعت قبل كده بالعرض ده، ولا انا هطلع بيه تاني، على ما اضمنش الموضوع ده لام عليه، ولا الخصم ده، ولا الهدايا اللي موجوده. عشان كده انا اصريت ان اسمي البوكس ما غيروش ل 10 في 1 10 في في بوكس واحد، وهاخد 7 هدايا فيهم. احنا قلنا 7 هدايا. 7 هدايا. طب عايزين نفكر الناس تاني. يجيبوا ازاي الكورس؟ من عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بتتصلي بتقول لهم بس كلمه السر بوكس 10 في 1. لو الارقام مشغوله بتبعت رساله على الواتساب تقولي برضو بوكس 10 في 1 او مش بالحجم. وفي صفحه فيسبوك طبعا، كل الناس معروضه دلوقتي على الشاشه والناس هتشوفها. دي الصفحه الوحيده. نقدر نحجز العرض دي معانا على الشاشه او عن طريق الواتساب لو الارقام مشغوله. الارقام عليها واتساب. نقدر ناخد السبع هدايا كاملين، لان في 3 اللي هم الكبسولات والنقط والعشاب الهديه دول لحد الساعه 12 بالليل، وفي كمان 4 هدايا لاول 400 متصل، 2 امبول حرق و2 كريم لشد الترهلات، دول لاول 400 متصل دلوقتي تقدري تلحقيهم. طبعا انت اول حد في 400، عيب بقى. وهناخد توصيل مجانا في جميع المحافظات لحد باب البيت. كمان مجانا التوصيل، مجانا توصيل مجانا لاي محافظه. اي محافظه يا جماعه، يعني وفي فريق حتت بعيده ومكسل هتجي لك لحد عندك، لحد عندك التوصيل مجانا، والمتابعه مجانا من اول يوم لغايه اخر يوم. هتنزلي اول اسبوع 5 كيلو على الميزان، وفي الشهر 15 كيلو، وفي الشهرين 30 كيلو. يعني ينفع كمان انت وجوزك، انت واختك، انت ووالدتك، انت وصاحبتك، انت النهارده تستخدموا العرض. هي بتاخد كورس شهر وانت كورس شهر، وامبول حرق وكريم، وهي برضو بتاخد امبول حرق وكريم. الهدايا دي كانت جديده، المره اللي فاتت كان العرضين وعليهم كريم واحد. دلوقتي بقى 2، يعني النهارده جايب 2 كريم و2 امبول، عشان أختك كمان صاحبتك. بالظبط. وكل حاجه نص بالنص.
خلاص. ويا لو دخلت انت وصاحبتك او انت واختك في العرض النهارده، انا بقول لك الخصم يتخطى ال 60% على الثلاث منتجات بس، فانت النهارده هتدفعي يعني يا بلاش، مش يا بلاش بقى. فعلا يا بلاش ما تستنوش. فاحنا بجد. قلنا الامبولات بتزود معدل الحرق وبتحرق الدهون المتراكمه، تمام. بتساعد الكبسول جدا، ونقدر ناخدها على كوبايه عصير او كوبايه ميه، مش لازم ناخدها حقنه. الكريم زي برده ما قلت، هو بيشد لي الترهلات مكان الدهون ما نزلت، مزات منطقه البطن والارداف او الدراعات او الجناب. المشكله بتضايق البنات بالاخص، يعني المشكله كده. دي بتضايق بنات يعني كتير، تشوفيني تلاقيني خاسس، بس الفكره كلها ان برده انا عندي ترهلات، انا عارفه عندي ديفو، فدي بتكمل لي فكره الخساسان. والنهارده 2 كريم و2 امبول هدايا، يعني انا خسيت وشديت ولعبت جيم وانا قاعد في البيت. بالظبط. نيجي لك بقى لنقطه الجيم دي بقى. النقط بتعمل ايه؟ النقط ما بتعملش غير حاجه واحده بس، هي نقط بتزود لي معدل الحرق في الجسم بمعدل ساعتين رياضه، اكني لعبت ساعتين رياضه وانا قاعد في البيت مكاني. يعني 10 نقط على نص كوبايه ميه بيزودوا لي معدل الحرق في الجسم اكني لعبت ساعتين رياضه وانا ما اتحركتش اصلا. يا جماعه الناس الكسليه، ده انت قاعد في البيت كوبايه ميه مش هتاخد دقيقتين من وقتك كانك لعبت ساعتين. انا مش محتاج منه في ال 24 ساعه غير دقيقتين، ياخد الكبسولات والنقط والاعشاب ويدهن الكريم وياخد الامبول، كل ده الامبول مره واحده في الشهر كمان. انا مش محتاج منك في اليوم غير دقيقتين الكبسولات على كوبايتين ميه، مش اكتر من كده، مع 10 نقط على نص كوبايه ميه مع الاعشاب. الاعشاب طعمها حلو جدا 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 ومقبوله جدا، يعني مش هتبقى مثلا يختلف عليها الاذواق، لا هي حلوه وهتبقى مناسبه لكل الناس، وطعمها بقى يعني مش هتحتاج سكر او اي حاجه، صح؟ نهائي لا. زي ما قلت، النقط بتزود لي معدل الحرق بمعدل ساعتين رياضه على مدار اليوم وانا ما اتحركتش من مكاني. 10 نقط على نص كوبايه ميه بالذات لمرضى الغده والضغط والسكر واللي عندهم نقص كمان في فيتامين د. نيجي بالاعشاب. الاعشاب بتعمل لي برضو حاجتين، بتنقي لي الجسم من السموم، السموم اللي بتجي لي من هواء الشارع ومن اكل الشارع. طب انا لما انقي يعني جسم كمان من ما اتحرمتش من اكل الشارع، يعني انا لا هي بتنقي لي الجسم من السموم ليه؟ بالبلدي، عشان تشغل الكبسول والنقط والامبولات والكريم على نظافه. حلو، بنقي الجسم من السموم زي الديتوكس كده، فهي حاجه حلوه بتخليني من الاخر استفاد بكل منتج واستفاد بالظبط كده. طيب الناس دلوقتي اشتروا الكورس وخسوا، تثبيت الوزن بقى. دي في الكبسولات عشان بقى. الناس ما ترجعش تاني تدخل. نيجي لل ده البابا بقى، الكبسولات دي المرخصه من وزاره الصحه اللي بتنزلني اول اسبوع 5 كيلو، بتنزلني في الشهر 15 وفي الشهرين 30. وهي هي اللي بتثبتني بوزني؟ بجد؟ والله. دي لما هقول لك بقى الكبسولات بقى مرخصه من وزاره الصحه، والحمد لله النهارده اي يعني لو احنا معانا هيطلع صور النهارده حالات، اي صوره النهارده هتبقى معانا هي واخده كل المنتجات اللي في بوكس 10 في واحد النهارده. تمام يعني واخدين الكريم والامبول، فاحنا هنشوف النهارده كمان نتيجه. نيجي بقى للكبسولات. احنا قلنا الاعشاب بتنقي الجسم من السموم وبتزود لي معدل الحرق في الجسم برده. الاعشاب برده يعني كل حاجه بتشغل الحرق. بالظبط كده، الكبسولات بتزود معدل الحرق، النقط بتزود معدل الحرق، الاعشاب، الامبولات، كله بيزود معدل الحرق النهارده في كل المنتجات ما عدا الكريم بس، عشان بيدهن الكريم بيحل بعد كده كل المشاكل اللي احنا هنقابلها. بالظبط كده. طب احنا عايزين نبسط الناس ونوريهم نماذج خسوا فعلا. يلا ونشوف دلوقتي النماذج على التلفزيون. ايه ده؟ ايه رايك؟ ده باين وباين عليها كمان هي كانت جدا والله العظيم بجد. انا عايز اقول ان هي اللي كانت بتعايزه تعرض والله عايزه تعرض الصوره وعايزه تبين للناس قد ايه ان الحمد لله. أيوة. الحمد لله جربنا شيء وجاب معانا نتيجه. خست قد ايه في قد ايه؟ هي ده النتيجه دي شهرين. شايف الفرق ده؟ شهرين كم كيلو؟ يوم. التحدي 60 يوم اهو، 28. حلو قوي اهو. هو زي ما انا بقول وكمان شكلها كبيره في السن، فان الواحد كل ما بيكبر الحرق عنده بيقل. معدل الحرق عنده بقى طبعا الخساسان بيبقى صعب. ما هي الفكره بقى زي ما قلت لك، كل النهارده حاجه هتتعرض معانا موجوده في البوكس بتزود معدل الحرق. انا النهارده محجم الموضوع بشكل كبير جدا، فانا بشكرها جدا. ودايما بقول يا جماعه انا بشوف الفرق ما بين الصورتين، مش دايما انتوا ما بتشوفوا، انتوا بتشوفوا ان الفرق شكل جسم، انا بشوف عشان بنتابع وفي فريق طبي بجد بجد بيتابع بيلاقي ان الناس اكتريتها عندها مشكله في الامراض المزمنه. بشوف ان الفرق ما بين الصورتين رقم 1 صحه، رقم 2 ثقه بالنفس، رقم 3 شكل جسمها. معانا صوره ثانيه. واحد صح. يلا نشوف صوره ثانيه كمان. ده انا ببقى مبسوط. بص بقى ده فرق واضح. لا ده دي فرق شاسع، ما فيش جمال اكتر من كده. هي دي بقى الكبسولات يا جماعه. الخمس مراحل اللي بتعملوا من كبسولات هو ده الشيب اللي احنا بنوصل له. احنا نزلنا في الوزن، عندنا دهون نزلت 30 كيلو في شهرين، ولكن ما عنديش جناب، ما عنديش اسفل البطن دهون، ما عنديش مشكله في الارداف. أيوة. بقت من بني ادمه لبني ادمه. صح. صغرت 20 سنه برضو. جد بشكرها جدا لارادتها ولثقتها، وبقول دايما بعد ربنا اي حد بيطلب العرض واي حد بيبدا وبياخد الخطوه هو اللي بعد ربنا السبب الاول والاخير. انا بكون سبب بسيط جدا بالخصم او الهدايا او التوصيل المجاني او المتابعه مجانا، ولكن انا بشوف ان اللي بيطلب العرض دلوقتي انت بعد ربنا السبب الاول والاخير، لان انا بشوف ان حل المشكله لو انا عندي مشكله
حلها ان انا واجه نفسي ان عندي فيها مشكله. فبالتالي لما واجه ان عندي ان انا عندي مشكله انا كده حلتها بنسبه 50%. ان انا عرفت بس ان عندي مشكله وهحلها فهتتحل. ال 50% التانيين بتقف على ميعاد الكبسولات والنقط والاعشاب مش اكتر من كده. هناخد مكالمه بس مريم على التليفون ونرجع نشوف بقيه السؤال ونشرح لها الكبسولات بتعمل ايه. يا ريت يلا يا مريم. الو الو مريم ازاي؟ ايوه ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. ممكن اكلم دكتور كريمة؟ طبعا طبعا اتفضلي معاكي كده. عايزه اتكلم دكتور. انا كنت عايزه اسال حضرتك حاجه. انا اختي المفروض ان هي كان وزنها مظبوط وكل حاجه, بس طبعا في الاجازه ديت وزنها زاد جدا, وطبعا المدارس فاضل لها شهر, فهي نفسها ان هي تنزل قبل شهر المدارس ده علشان هي مش حابه ان هي تروح تاني المدرسه وهي وزنها في وزن زياده كده عندها. كام سنه؟ عن 15 سنه. 15 سنه. طب احنا حاولنا نعمل دايت الاسبوع ده, نزلت كيلو واحد بس, وطبعا بحرمان كمان اللي هو احنا بقى بديل عن كل ده. انا بديل عن الدايت القاسي وبديل عن الدايت الصيام. انا جايب لك النهارده وبديل عن العمليات الجراحيه اللي ما بتكونش مناسبه لجميع الحالات الماديه ولا كمان مناسبه كمان لجميع الامراض المزمنه. فانا بقى بديل عن كل ده. بتاكلي كل اللي نفسك فيه بالظبط. انا بحرمكيش من الاكل. هو طفل صغير بالظبط, يعني مش هتقدري تقولي له ما تاكلش. هي اصلا مشكلتها ان هي ما بتروحش المدرسه. ايه هي كان وزنها كويس, هي زادت في الاجازه بتاعت السنه ديت, زادت وزنها زاد جدا, فهي عايز تروح المدرسه بقى المدرسه الشهر الجاي. عايز تروح بقى تبقى وزنها زي ما كان بقى. عناية ليكي طبعا. النهارده مع بوكس 10 في 1 ومناسب جدا زي ما قلت, من سن البلوغ 14 سنه لحد 70 سنه. هي وزنها كام دلوقتي؟ 80. طب هي محتاجه تنزل قد ايه تقريبا؟ هي طويله ما شاء الله, بس هي يعني مثلا المشكله ان هي الدهون كلها متركزه في بطنها. يعني هي عشان كانت كمان الايام اللي كنا بتاكل اكل من بره كتير والحاجات دي, فهي الدهون كلها متركزه في البطن. تمام. كبسولات النهارده بتشتغل اكتر على المناطق المتراكم فيها الدهون بشكل مباشر, يعني مش عندي بطن مثلا فتنزل لي الوش, مش عندي مثلا ارداف فتنزل لي الدراعات فيبان ان انا شكل جسمي مش متناسق او حاسس بهذيان. لا, النهارده الكبسوله اللي معانا بتتوجه بشكل خاص على المناطق المتراكم فيها الدهون, بالذات منطقه البطن والارداف, لان هم اكتر منطقتين بيعندوا في النزول. تمام. فالحقيقه اي اضرار يا دكتور صح كده؟ معلش اسف. اي اضرار عشان ملوش اي اثار جانبيه نهائي. امن جدا لكل الحالات الصحيه, ضغط سكر غده تكيسات مشاكل عظام, امن من سن البلوغ لحد 70 سنه. النهارده بوكس 10 في 1 هو فرصه, لان النهارده هتدفعي 8-3 بس وهتاخدي 7 هدايا مجانا. كرسي اللي انت بتدفعي 8 ده كمان بخصم يتخطى ال 60%, هتاخدي كرسي مجانا لحد الساعه 12 بالليل. في 4 هدايا دلوقتي, 2 امبول و2 كريم لاول 400 متصل. استاذنك تلحقي دلوقتي الارقام. لو الرقم مرغول ابعت رساله. شكرا يا مريم. شكرا يا مريم. وهتستفاد النهارده بالعرض, ويا بلاش بقى بجد, هو مش مناسب لجميع الحالات الماديه. لا ده النهارده ببلاش. احنا قلنا نفكر يعني بالنسبه تاني بالهدايا لو حد الناس. طيب النهارده بقى بس تعالى نقول. طب الكبسولات ماشي. نقول الكبسولات عشان الناس تبقى عارفه الكبسوله اللي انا بقول عليها الكبسوله الذكيه بتعمل ايه اصلا. طب ايه رايك تعمل لي 5 مراحل؟ ماشي. يلا نشرح واحنا بنقول كمان نشوف بقيه الصور. يلا. عشان الصور دي بتشجع الناس قوي. يلا بينا نقول الكبسولات بتعمل ايه. انت هتعجبي بالصوره وهتسيب الكبسولات. ما شاء الله بجد انت خست فعلا. يعني ده فوق ال 30 كيلو اكيد. بصي هي يعني انا عقبت عليها ان هي لابسه برضو اسمر. انا قلت احنا عايزين نلبس الوان بقى دلوقتي. الموضوع اختلف يعني حوالي 90%. الحمد لله. بشكرها جدا جدا جدا. يعني السبب في النزول الوزن ده الكبسولات. الكبسولات والنقط والقلق كل حاجه بتكمل بعض. هي مجموعه. وغير كده يعني اللي يثبت لك ان كل حاجه بتكمل بعض ان النهارده اصلا كل حاجه في البوكس هديه. ايوه. فانا النهارده لو هم ما لهمش قيمه او مش هيكملوا الكبسولات طب انا ما احطهمش. صح بالظبط. معانا صوره كمان نشوفها. يلا. الله. العنصر الرجالي بقى. انا مش شايف اي ترهلات. عشان في ناس بتقول احنا بيتابع معانا سيدات اكتر. لا احنا بيتابع معانا رجاله كتير جدا, وبيتابع معانا شباب كتير. وعايز اقول سرين كمان, احنا بيتابع معانا سيدات لجوازاتهم, وبيتابع معانا سيدات كمان لاولادهم كمان. الشباب. فانا بشكره جدا جدا جدا, والحمد لله. الحمد لله اكتر منطقه كان بيعاني منها وهي البطن. الحمد لله هي دي اللي وصلت لها. ما فيش اي ترهلات يعني مش باين عليه ان هو شكوى الراجل. شكوى الراجل مشكله الكرش. شكوى الست ممكن عشان يبقى عندها سمنه وراثيه, ممكن الارداف او عشان الخلفه او عشان الخلفه. فالمشاكل عند الست ممكن تكون متعدده في موضوع السمنه لان ليها اسباب كتير جدا وليها علاقه بالنظام الغذائي اليومي. لكن الراجل الكرش معروف. الكرش عشان معدل حرقه وعشان خاطر نظامه, وبالذات الراجل كمان اللي لسه متجوز. هو شاب بيبقى بيتحرك كتير, بياكل وجبه في اليوم. لكن لو هو متجوز بقى بيبقى في وجبه فطار, في وجبه غدا, ففي حاجات بقى بيبقى ليها نظام كده. عشان كده بيبقى الجسم بيتخض كده. الكبسولات زي ما قلت بتسد الشهيه. يعني ايه سد الشهيه؟ هي بقى دي نقطه الحرمان اللي كانت انت لسه بتقولي عليها. ايوه. مش هحرمك من الاكل,
انا بشوف اللي نفسي فيه كله. انا مشكلتي مش في نوع الاكل، انا مشكلتي في الكم. كم الكبسولات بقى هي اللي بتحجم لي ده، بتعمل لي عمليه تكميم للمعده طبيعي. يعني ايه؟ بتنزل في المعده، بتاخد حيز، بتنفش، بتاخد حيز 80% من حجم معدتي. تمام. زي التكميم بقى عندي ربع، زي التكميم معده البيبي بقى عندي 20%. خدت 80% سبت لك 20%، دخل اللي انت عايزه، ممبار، فراخ، رز، مكرونه، اللي انت عايزه. كل الناس ولكن انا حاجه بسيطه، انا كممت لك الموضوع ونفسك هتروح الاكل عادي جدا، ولكن هتقوم بدري شبعان راضي مبسوط كلت اللي انت عايزه. بدل طبق رز ربع طبق رز، بدل رغيف عيش بلدي ربع رغيف عيش بلدي، وبتشبع، بتحس ان انت شبعان وبتجوع كمان قبل ما تاكل. تمام. يعني مش بتشبع بس، ده انت بتجوع الاول. يعني ما هو في فرق ما بين سد الشهيه وسد النفس. سد النفس انا نفسي ما تروحش على الاكل، لا الكبسولات بتسد لي الشهيه، يعني بتاخد حيز. يعني نفسك بيجي على الاكل عادي، عادي جدا، اشوف الاكل الله نفسي فيه بس اكل منه واشبع بسرعه. انا حجمت لك الموضوع بس. فدي عمليه التكميم الطبيعي، اول حاجه سد الشهيه. تاني حاجه بتعملها الكبسولات حرق الدهون المتراكمه اللي في الجسم. يعني ايه حرق الدهون المتراكمه اللي في الجسم؟ شرحتها في الانبول، بس نقول تاني عادي مفيش مشكله. نقول تاني نفكر ان هي عشان ما تنسوش. الفكره في الحرق الدهون المتراكمه اللي هي ال 5 كيلو اول اسبوع اللي هنزله، ال 15 كيلو في الشهر، ال 30 كيلو في شهرين، الدهون اللي انا مخزنها دي حرق الدهون المتراكمه اللي في الجسم. الحاجات اللي انا مخزنها، الدهون اللي في جسمي اللي بشتكي منها اللي انا هنزلها، هي الكبسولات بقى بتحرقها، وبالذات بالذات زي ما قلت منطقه البطن والارداف، او بمعنى ادق المناطق المتراكم فيها الدهون بشكل مباشر. بس عامه الدهون بتتخزن لما الواحد بيبقى عارف ان هو يعمل دايت. اه طبعا. فتحس ان الجسم بيعند مع البني ادم. هو الموضوع مع الكبسولات انها بتتوجه بشكل مباشر وتفتت الدهون تحت ايوه، مع ان جايب لك نقط مع امبولات، كل ده بيساعد بيزود معدل الحرق ويحرق. فانا بالتالي ببقى متاكد بنسبه 100% ان كل الدهون المتخزنه بتتحرق. بالظبط، بتتفتت وتتحرق مع اول اسبوع، بلاقي نتيجه 5 كيلو على الميزان. طيب تالت حاجه برضو، الكبسولات بتزود لي معدل الحرق في الجسم. انا النهارده كل حاجه بتزود معدل الحرق في الجسم. ليه؟ دي مشكلة عشان اللي بيعانوا بالذات من ضغط او سكر او غده او نقص في الفيتامين د، جبت لهم وحجمت لهم برضو موضوع زياده معدل الحرق. رابع حاجه وخامس حاجه، وانا بشوف ان هي برضو حاجه بتكمل لي الكريم. الكريم زي ما بيشدل الترهلات وبيمنع الاستريتش مارك اللي هي الخطوط البيضاء انها تظهر او يخفيها لو هي موجوده. نحت القوام بقى دي رابع مرحله، بطني نزلت، الارداف نزلت، نزلت 30 كيلو في شهرين، نزلت 15 كيلو في الشهر، سلام. ما يبقاش عندي جناب، ده نحت القوام. الكبسولات بتنحت لي القوام، تخلي شكل جسمي متبروز. انت تشوفيني، انت تشوفني خاسس، ولكن انا عارف ان في دفو بيني وبين نفسي جناب. يعني كمان دي كمان عمليه غير التكميم. نحت القوام. ما انا مش هخس لكم بس، ما انا برضو عايز اخس لنفسي، يعني يبقى شكل جسمي انا برضو حبه. خمس مرحله، وده السؤال اللي انت سالتوه بتاع ثبات الوزن. الكبسولات بتثبت لي الوزن بعد نزوله. نزلت 30 كيلو في الشهرين، مش هرجع كيلو منهم. نزلت اول اسبوع 5 كيلو على الميزان، مستحيل ارجع جرام. ليه؟ الكبسولات بتثبت الوزن بعد نزوله، مش هحتاج كورس تثبيت اصلا، مع سد الشهيه، عمليه التكميم الطبيعي لو نفتكرها اللي انا لسه قايلها اول مرحله. زي ما قلت حجم معدتي باخد حيز 80%، فكل يوم خلال الشهر او الشهرين بيرجع يصغر، يرجع لحجمه الطبيعي. فبعد ما بخلص الكورس خلال شهرين، مستحيل مستحيل ارجع اكل اكل كم الاكل اللي انا كنت باكله قبل استخدام الكبسول. برجع اكل ما زي ما الكبسولات وصلتني، ما انا معدتي صغرت. بالظبط. خلال الشهرين حجم معدتي رجع طبيعي وصغر، فلما هاجي اكل هبقى باكل الكم اللي هو ال 20% اللي انا حصرتك فيه خلال الشهرين. شكرا يا كريم، نورتنا بجد النهارده. طب واحنا مبسوطين. طب نخلي الهدايا النهارده مفتوحه. مفتوحه عشان خاطرنا. انا عشان انا قلقان والله، تكون الارقام مشغوله دلوقتي. ماشي. افتح. نخلي السبع هدايا مفتوحين لحد الساعه 12 بالليل. يبقى كده انت هتاخدي كبسولات ونقط وعشاب بخصم يتخطى 60%. ده اوبشن عشان برنامج بالحجم، عشان مبسوط وعشان عايز الاحد تكون الناس تستفاد اكتر من الحلقه اللي فاتت. سبع هدايا النهارده، كورس تاني مجانا كبسولات ونقط وعشاب مع 2 امبول حرق و2 كريم لشد الترهلات. سبع هدايا معاك لحد الساعه 12 بالليل. حتى لو الرقم مشغول تقدري تحجزيه عن طريق الواتساب على او اي رقم من الارقام. كل الناس النهارده تاخد بوكس 10 في 1 كامل، توصيل مجانا لحد باب البيت، متابعه مجانيه من اول يوم لغايه اخر يوم. اتمنى كل الناس تستفاد من بوكس 10 ودايما بتنورنا بجد. انا بشكركم بجد بجد. اكل بقى طبعا الاكل اهو. استنونا بكره على في حلقه برنامج مش بالحجم على قناه هي. تحفه. باي باي.
المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة هتخس من غير ما تحس.